احنا رو دولة القانون ودولة مؤسسات، ويلزم جميع الهيكل اللي تتبع وزارة الشؤون الشباب والرياضة تعرف القانون هو الفيصل. وبذلك بالنسبة للنزل احنا لقينا فيه اشكال كونه تمتع برخصة بناء دون الحصول على تخصيص لقطعة الأرض، ووجهنا له مراسلة يعني أوفيسيال في الغرض، وتم تسوية الوضعية لأنه رامي نجمش يبني ما عندوش تخصيص. تحصل طبعا التخصيص نتاعه بفضل جهود وزارة شؤون الشباب والرياضة.